يعني ما قالتليش انها خارجة. جايز تكون راحت تشتري حاجة من السوق. هنا يا استا شكرا. اتفضل يا استا شكرا. يلا يا بنات يلا. شكرا يلا تعال. هقولوا لي يا بنات اللبس اللي جبته لكم عجبكم؟ مبروك يا حبايبي. يلا لا يا حبيبي الكلام ده ما ينفعش معايا. مفيش بسريايه هتنزل لك الا لما نصفوا الحساب القديم، واذا ما صفتوش هنصفوا لك بمعرفتنا. لا هنصفوا لك درفه لو حبيت. ماشي يا معلم، مع السلامه. الراجل ده لو ما دفعش الفلوس خلال اسبوع لازم نشطبوه من سوق مصر نهائي. معلوم يا سيد المعلمين، معلوم. اللي خلانا كبرناه وخليناه كومسيون جلينا نقدره برضه نخليه يسرح في الشوارع وينادي على السمك قدام البيوت. روى بس يا سيد المعلمين، ده انت الصراحه عصرته في التليفون. يعني الكلمتين اللي انت قلتهم دول مش هيخلوه ينام تلات ايام. السمك ده اصله طاهر، ما بيحبش المشي البطال. وده دايرني على حل شعره مع النسوان بفلوسنا. بفلوسنا تقول له هات؟ مفيش. اسمع عاد انت وهو منك ليه. اياك حد فيكوا لما تكبروا يفكر يمشي مشي بطال. الجواز عصمه، بيحمي البني ادم وبيحمي ماله وشقاه. وبعدين الجواز يعني هيكلف ايه؟ ديتها لقمه وهدمه وحتتين دهب لما نعزوهم برضه ناخدوهم. سامعين يا اولاد التالته؟ سامعين يا معلم. رجاله افق ومحسوبين عليه يا اونطه. ازيك اخويا؟ ازي الاولاد؟ اهلا وسهلا. يلزم خدمه؟ اقول لك ايه، في واحد عسكري ومعاه خمس بنات صغيرين كده كان جاي يدوم ماموريه. يا ترى وصلوا؟ وصل وسلمهم لخالتهم. خالتهم؟ تبقى مين خالتهم دي ان شاء الله؟ الست فريده. حرم المعداوي بيه. بتقول ايه؟ الست فريده حرم المعداوي بيه؟ يبقى كده الماموريه تامه. كنت متاكد انه سلمهم؟ ايوه سلمهم، بس هما خرجوا لسه ما رجعوش. تحب نقول للست حاجه لما ترجع؟ لا لا تقول ولا تعيد، انا بس كنت جاي اتمم على العسكر. لا كله تمام التمام. كله تمام؟ تمام. طب سلم على العيال. سلام عليكم. عيال ايه اللي هسلم عليهم؟ ومين دي؟ ده كله يخلص. ألف أنا وشفا. مالك يا عزيزة؟ ما بتاكليش ليه؟ أبداً يا فاطمة، ماليش نفس. يعني إيه مالكيش نفس؟ يا حبيبتي لازم تاكلي وتتغذي. ما تقلقوش يا بنات على مستقبلكم. أنا هحول ورقكم من المدرسة من هناك لهنا. صدق يا خالة؟ طبعا صدقه. دنيا وائل كمان هتخش المدرسه. حتى انا وائل طبعا هتخش الحضانه وبعدين تخش المدرسه. ما تخافوش يا بنات، اوعوا تخافوا، ده انا هكمل لكم تعليمكم وادخلكم الجامعه كمان. هو طول ما خليتكم فريده موجوده دوله موجوده. طول ما عزيزه النمر موجوده يبقى دوله لسه موجوده. Thank you.
يبصوا لك كمان حجر يا سيدي المعلمين. لا كفايه انا صدري اتحرق يا سيد من كتر الدخان. ماشي يا معلم ماشي. انا مش عارف ليه يا سيد بالنا كده دايما مش مرتاح. لا 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 يا معلمي تكونش عدم مؤاخذه بتفكر تغير العتبه. عتب ايه يا راجل انت كمان؟ العتب قال احنا ناقصين وجع قلب ودوش الدماغ. الصراحه بقى معلمي في دي عندك حق. الاولانيه ما خدناش منها عيال، والتانيه ما جابتش غير بنات، والتالته جابت منهم تلاته، والعيلين الاخرانيين ولدين يعني، ومن يوميها من يوميها بقى ايه زي ما تكون جابت التايهه جابت البعيده، كرهتني في كل شيء، العيشه والعيال والنسوان. حرب يا جدع، حرب ولعت في البيوت التلاته مره واحده. بس البيت الرابع بقى مريحنا ومدلعنا ومخلينا ننسى اللي فات كله. بتمنه يا سيد، تمنه اللي دفعناه غالي، علشان ما ننسى الزنقور خدنا شقه في بحري، جبنا عفش ايه اخر الاجه بالشيء الفلاني، وصرف يوماتي لزوم التهنيم. ما يورور يا معلم، ورور من حقها تتهنن شويه. الحسنه الوحيده اللي جايالي من وراها انها مريحاني، ملاش اهل تروح لهم ولا يجوا يرجعوا دماغي، وكل طلباتي مجابه. كل همها تريحني وتشوف طلباتي. ما هو يبقى كده تمام يا معلم، يبقى التمن اللي دفعناه جه في الجول. التلاته التانيين كل همهم ان احنا نكتب لهم حاجه. ما هو يبقوا اكيد خايفين يا معلم. ايه خايفين نكتبوا كل اللي حيلتنا لفريده؟ مش جايز برضه يا معلمي. جايز ده ايه؟ لا في راجل بيفهم وعاقل وواعي يسيب رقبته لواحده ست. والله يا معلمي في رجاله بيعملوه. عبته السكينه سرقاهم. الست طول ما هي حاسه انها على الهوا تبقى من ايدك دي لايدك دي، تحطها فوق دماغك تبقى وقعت برجليك ولا حد سمع عليك. طب ما تطلبها يا معلمي وتروح لها وتسك على ام العيال شويه. هي دايما مستنياني، ما انا قلت لك قبل كده كل همها انها تريحني وتبسطني، تبقى مش محتاجه تليفون. ونعم يا معلمي ونعم. روح اقفل الوكاله وتعالى عشان اوصلك. استغفر الله استغفر الله يا سيدي المعلمين، اتكل انت على الله وانا عدم مؤاخذه هنركب الترامه. يا جدع انا وصلوك عشان تروحوا لعيالك بدري. معلمي العيال عدم مؤاخذه ما يهمهمش، نروحوا بدري نروحوا متاخر، اهم حاجه عند العيال عدم مؤاخذه يعني بالمام. ما هو ده اللي عاجبني فيك يا سيد. الشغل من يوم ما اشتغلت معايا عندك نمره واحد، واي حاجه تانيه بعد كده نمره بشريليون. خد بالك يا سيد، قفل الوكاله حلو. سلام 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 يا سيدي المعلمين. قفل الوكاله حلو، هو ده اللي بناخده منك، نقعد نفرفشك ونعنيشك ونريحك، وفي الاخر قفل الوكاله حلو. ماشي يا معلمي، ما نبقوش انا سيد اما طلعنا كل ده من الحساب. سلام يا سيدي المعلمين يا عدرة. من بحري وبنحبوه وعلى الإمة بنستنوه. يلا شكرا، اعتمد على بحري. نرجع تاني. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأوضة هنا بكام؟ 17 جنيه. مين؟ 17 جنيه. طب ما تخليها بجوز جنيهات. ينفع؟ هي أسعارنا هنا كده. طب الولية الولية دي مين اللي طالعة دي؟ طالعة أوضتها. أوضتها؟ طب خد هات له أوضة. بس جنب أوضتها. 17؟ منك لله خلصت منك.
معلش 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 يا دناي ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. اتخضت اتخضت معلش معلش يا دناي. ايه ده؟ انتوا ليه مصحيكوا لحد دلوقتي؟ احنا قاعدين بره. تعملوا ايه بره؟ مش جاي لنا نو. طب انا هطلع اقعد معاكوا. يلا روحي سبقوني. طب يا حبيبتي نامي انت بقى وانا هقعد معاهم بره. لا انا عاوز اجي معاكوا. تعالي يا روحي. يلا تعالي يلا تعالي يا دناي. يلا قومي. يلا دناي يلا يلا يلا. الدرج ليه يا لطفي؟ مش عيب لما تسرقه واحنا نايمين؟ انا عايز فلوس. ما تقول لابوك. ابويا مزنقها علينا. وانا مالي؟ نفسنا نركبه موتوسيكل. بمصروفي؟ هركبوك معانا. لا يا عم احنا مش عايزين نركبه معاك. هات الفلوس لاما نصحي كل اللي في البيت ونقول لهم انك حرامي. اتفضل. بعد كده مش هنخبي قدامك اي حاجه. عيل هتفضل طول عمرك عيل. عيل بس ما بنسرقش. اديروا البيع على الحراميه الكبار. طب نام يلا نام. احنا ننامه بمزاجنا مش بمزاجك. قال ده يبقى اخونا. يعني ده اللي اتقال اخ. يا عم روح كده. روحنا يا عم قالوا بس يبقى خليك فاكرها. قالي ما بننساش. وانا كمان بننسى. نام نام. اول مره تحب يا قلبي واول يوم اتهنى يا معنى نار الحب ياريتنا سمعنا كلام الولا سيد ودينا لها الو. فريده فريده فريده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ازاي نعملوا لك مفاجاه وسايبين البشريه والدنيا بحالها؟ ادي لقيت مين دول؟ جبتيهم منين وازاي؟ اتكلمي. حاضر يا اخويا حاضر. يلا يا بنات على الاوضه. يلا على الاوضه جوه. يلا خشوا على اوضتكم. اوضتهم اوضتهم ايه؟ بالراحه يا اخويا بالراحه بس عشان خاطري عشان البنات ما تتخضش. كفايه اللي شافوه. شافوه؟ شافوه من مين؟ تعالى بس اقعد ارتاح وانا هحكي لك كل حاجه. اقعد يا اخويا وتستهدى بالله. اصل دول ولاد يعني دوله اختي ماتت الله يرحمها والبوليس جابهم لغايه عندي بعد ما انت خرجت على طول. ازاي مش هتدعوا الكلام ده؟ ادخل دماغنا ازاي؟ طب اسال عيد البواب. ما يلزمنيش. طب تسافر معايا البلد وتتاكد بنفسك؟ مشوار مانيش فيه. طب تشوف شهادات ميلادهم؟ موجوده. في الدرج. طب يلا عادي. حاضر حاضر. اهو. ده السبب اللي خلاكي تسيب البيت؟ معلش يا اخويا عيال بقى صغيره ونفسيتهم تعبانه قلت افسحهم وافرج عنهم شويه. واحنا هنقعد وتيشه في الوكاله ما نعرفش بيتنا ماشي ازاي. حقك عليا يا اخويا. حقنا على طوب الاصول. شوف ايه اللي يريحك واعمله. شوف يا فريده احنا اتجوزنا على شرط واللي اوله شرط اخره يا اخويا. مفيش بنت من دول تلزمني في البيت. والمطلوب انا يا هما ابوس ايدك ورجلك توافق انهم يقعدوا معانا في البيت. لا مش هيحل المشكله. مش هنحس بيهم خالص ولا كانهم موجودين. بقى انا شايب عيال مليين البيت من صلبي عشان اخد راحتي. اجري البيت مليان عيال اشيل هم مين ولا مين؟ معلش يا اخويا انت عشان خالص. هو انا يعني ماليش لما يبقى لي خاطر عندك يبقى لك خاطر عندي. قدامك يومين يا فريده تختاري فيهم يا اما البنت يا اما العيال اللي منزلين جوه. سلام سلام يا ست الحسن والجمال. على رأي المثل أن
نهار الوانين. يلا صباح الخير. تقول لي مصحيكم ولا مين هدومكم ليه؟ هنرجع الكفر. ترجعوا الكفر؟ ايوه هنرجع بيتنا وهنشتغل وهنخش المدارس. مستحيل ده يحصل طبعا. ما تخافيش علينا يا خال، البلد كلها عارفيننا هناك. لا يمكن اوافق على كده. مش احسن ما جوزك يطلقك؟ يطلقني؟ ايوه يطلقك، مش هو قال لك كده؟ يطلقني ولا ما يطلقنيش؟ مالكوش صالح انتوا. ويلا يلا خشوا ناموا يلا. اللي بدها تنام تنام، واللي بدها تفضل معايا تتنها صاحية. بتحرديهم ضدي يا عزيزة؟ يلا يلا احنا عايزين نمشي دلوقتي. لا مش ماشيين. يا خال جوزك مش عاوزنا. دي شقتي وباسمي. قال لك لو قعدنا هيسيبك. انا احلها بمعرفتي. هتحليها ازاي؟ هاجر لكم شقة. ونعرف انا هقول له كل حاجه بنفسي. والحكايه دي هتكون امتى؟ ان شاء الله بكره. وين ما وفقش؟ ان ما وفقش خلاص يبقى اللي بيني وبينه انتهى. ما نريش لي على رجلكم، انا مش هسيبكم ابدا. خلاص يا عزيزه الخاله هتتصرف. طب يلا يلا يا عيال خشوا نام يلا. أنا سامعك. قولي الحل ونشوفوه إذا كان يمشي معانا ولا ما يمشيش. قولي. أنا هأجر شقة للبنات. فين إن شاء الله؟ هنا في اسكندرية. على حساب مين؟ على حسابهم طبعًا. هما عندهم حساب؟ أيوه عندهم. منين؟ معاش أبوهم على قرشين أمهم الله يرحمها كانت محوشاهم وادتهولهم. حل كويس، يمشي عندنا. وطبعا بقى هبقى اطل عليهم كل جمعة. لا كل يوم يا معداوي. احنا بنحل ولا بنعقده؟ لا ما بنعقدوش ولا حاجة، بس اسمع انت قلت كلمتك اللي اوله شرط. ماشي نيجي على روحنا يمكن نوصله للنور. يعني اعتبر انك موافق. ما قلنا نيجي على روحنا ونشوفه هيمشي ولا مش هيمشي. طب مش عايز مني حاجة؟ الحل النهاردة مش بكرة يا فريدة. ماشي مع السلامة. ايه القرف ده؟ يا سيد هات الشيشة. يا سيد كله جاهز يا سيد المعلمين، والشيشة جاهزة والنار موجوجة. موجوجة ايه؟ هتوجوج اكتر من كده. ايه القرف والنكد اللي انا فيه ده؟ هات. اتفضل. ساعة زمن يا بنات وكل حاجة هتتحل، ما تقلقوش. خديني معاكي يا خالتي. معلش يا حبيبتي المشوار اللي أنا رايحاه متعب عليكي، اقعدي مع اخواتك. وإذا الراجل اللي بطل ده جه؟ مين الراجل اللي بطل؟ جوزك. تقلقيش، المعداوي ده طيب قوي، بق على الفاضي. مش هيجي ما تقلقيش. ما تعوجيش علينا يا خال. مسافة المشوار رايحة جاية. عزيزة خلي بالك منهم. لا حد يمسك في كهربا ولا حد يخش المطبخ يلعب في البوتاجاز. ما تخافيش يا خاله، ما حدش هيتحرك من هنا غير لما انت تيجي. شاطره يا عزيزه. خلي بالكم من نفسكم يا بنات، انا مش هعوق. يلا مع السلامه. معاش ايه وفلوس ايه اللي بتقول ان
دي؟ أي حاجة يا ستي لازم أتسكته. متهيألي هناكل ولا هنصوم اليوم؟ بطنية زي واحدة تانية. ست هانم، أنا كنت لسه طالع لك عشان آخد الشنطة اللي قلت لي عليها. لا خلاص يا عيد، إحنا غيرنا رأينا مش هنسافر. اللي تشوفيه حضرتك. بقول لك إيه يا عيد، ما تعرفش شقة صغيرة كده تكون قريبة مننا هنا؟ شقة صغيرة؟ عموما هشوف واقول لك. طب بقول لك حاجه، انا هروح للسمسار اللي على البحر وانت كده شوف حد من معارفك يكون عارف شقه قريبه، بس بسرعه قوي والنجم. باين على حضرتك مستعجله قوي قوي قوي، النهارده قبل بكره. ربنا يسهل. تعبناك معانا يا عيد. تعب ايه بس يا ست هانم، بس ربنا يقدرنا ونلاقي طلبك ان شاء الله. هتلاقيه. سلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه يا ست هانم. مع الف سلامه. قريبي انت؟ ولا حد دلتنا. انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ ده اشوف مراتي راحت فين، جت منين. مراتك؟ مراتي في عهد مني ولا مفيش؟ لا مفيش. وانت اللي قطعته بايدك، انت ناسي ولا ايه؟ اعمل ايه؟ قول اعمل ايه يا مسعد؟ الراجل متقدم لي ما فيهوش عيب يتعين. اظهر انت بقى واطلبني وانا حواقف. في حد يطلب مراته؟ مش احنا بينا ورقه يعني متجوزين، ولا عايزينك جاسوسيه؟ بصفتك واحد عايز تطلبني وانا عاوزه. طب ما انا عارف ان مفيش حد من اهلك هيوافق عشان ظروفي. بقول لك ايه؟ أنا بحضر لسفرية كده، أروح بقى إيطاليا، بلاد برة يعني، زي الفلاحين والعمال اللي بيسووا البلد وهرب دول. ساعتها 50 جنيه يبقى غني، وأهلك اللي هيجروا وراي عشان يحبوا على إيدي عشان أتجوزك. يحبوا على يدك عشان تتجوزني؟ يحبوا على يدي عشان أتجوزك. وأنا اللي صدقتك؟ وأنا اللي صدقتك لما قلت لي إنك مستعد تحب على يدهم عشان تتجوزني؟ يا مسعد؟ دي أخدتها يا مسعد؟ والعهد الحقيقي ما تقطعش يا فريدة، لسه موجود يسمع حسك. واليمين اللي رميته يا مسعد؟ ايه شغلاني؟ يترد. انت عاوز مني ايه دلوقتي؟ ما قلت لك يا فريدة، عايز مراتي. وانا مش مراتك، فارقني بقى. الفراق ما يجيش بالخناقه يا فريده، يجي بالاتفاق. يعني ايه؟ يعني تحط عقلك في راسك وتفكر نحل الموضوع ده ازاي. لا يا اخويا، حل انت بعيد عني، وشيل الكلام الفارغ ده من دماغك خالص. شوفي يا بنت الناس، انا هستناكي هنا بكره. جيتي خير ما عملتي، ما جاتيش شر ما عملتي. ومش بكره وبس، ده بكره وبعد بعد بعد بكره، وعد بقى. ماشي يا مسعد، هنتقابل. هنتقابل يا فريد. عدم المؤاخذة يعني يا سيدي المعلمين، مش كنا هناخد البنات دي نربوهم في وسط عيالنا ونريحكم منهم برضو كده؟ احسن يا سيد. ليه احسن في يا سيدي المعلمين؟ مش الحسنه اللي هتروح في ايجار الشقه الغريب دي، كنا احنا اولى بيها. برضو كده احسن يا سيد، احنا طول ما نبعده عن المشاكل نبقى نبعده عن وجع القلب والدماغ. دول 5 بنات يا سيد، 5، وهماش واحده ولا اتنين، 5. والبنات مشكله كتير. اللي تشوفه يا سيد المعلمين، احنا كل اللي يهمنا راحت بالك وان مزاجك يبقى فل الفل. لا انا كده تمام، هما يعيشوا لوحديهم وانا وفريده نعيش لوحدينا.
أسكو فريدة دي يا سيد مجنونة، فاكرة إن العيال دي نازلها من فوق من السما يعني. أولعلك حجر تاني يا سيد معلم. ولع يا سيد. هي الست فريدة عندها بنات؟ مش متهيأة. مش ممكن يكونوا لعيبة مثلا؟ مش ده المهم، المهم إن أبوك هيصرف عليهم ويدفع لهم حق الشقة، بس بيستخسر فينا الجنيه. هو حر؟ لا، لازم نعرفه إن إحنا عارفين الحكاية عشان لما نيجي نطلبوا منه حاجة يديها لنا إيده، وما قلناش بيه. وهنعرفوه إزاي؟ الأول نوصله سكة البنات ونشوفه، وبعد كده كله هيبقى سهل. وهتبطل تسرق مني؟ إحنا ما كناش بنسرقه مني، إحنا كنا بنصرفه جنيه من الدور وهنرجعهوله. لقيت طلبي؟ لا ما لقيتوش يعني. طب كويس، انا لقيت لك شقه قريبه من هنا، اوضتين بمنافعهم والسعر مهود على الاخر. ماشي يا عيد. يا ست هانم مش هتيجي تشوفيها؟ مش وقته يا عيد، مش وقته. يا ست هانم الشقه مش هتستنى، دي ايجارها 10 جنيه بس في الشهر. طب كويس. خد ادي 20 جنيه وادي جنيه كمان عشانك، اكتب عقد الشقه وتعالى لي. ماشي يا ست هاني، ماشي نكتب عقد الشقه. اتفضلي حضرتك. نكتب عقد الشقه، جيلي ليا نكتب ونكتب. مين اللي فتح الباب؟ مين؟ انا ما تخافيش. طلقها. طلقها ايه؟ انت ما سمعتيش قالها ايه ليله امبارح؟ وهي قالت لي هتتصرف. دلوقتي عرفت ليه؟ كانت امي عندها حق يوم ما كانت بتبعدنا عنها. استني بس شويه كده لما تروق وبعدين نعرف فيه ايه. معروفه من اولها. واللي كاتبه ربنا علينا هو اللي هيكون. علينا من كل اللي حصل، هنعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي؟ شوف يا بنت الناس، لو قدرتي تبعد عنك الراجل اللي متقدم لك ده قدرتي، ما قدرتيش يبقى كل واحد يروح لحاله بالسهوله دي. عندك حل تاني؟ ايوه عندي حل تاني. خلاص اعملي ايه؟ خلاص تقطع العقد وتطلقني دلوقتي حالا. هو ده اخر كلامك يعني؟ ايوه اخر كلام. ولا عايز أموت من فضيحة؟ لو حكموا عليا اتجوزوا، عاوزهم يقتلوني لو عرفوا الحقيقة. وراجل اللي غلبان اللي اتجوزني ده ما يجي يوم النخرة ويلاقيني. ايه لاقيك ايه؟ كنت متجوزة مش كده؟ مش عادي يعني، مش عادي. قطع الحق دي يا أبو سعد وارمي عليا اليمين، قطع. هو دي آخر كلامك يعني؟ طب أهو العقد أهو 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 بالتلاتة طالق بالعشرة حتى اهو اهو. يا دي الفضيحه اللي وقعت على نفوخي، يا دي الفضيحه والمصيبه السوداء والوقعه المهببه. هتعملي ايه يا فريده في البلوى اللي حلت عليكي؟ هتعملي ايه؟ هتاخدي العيال وتهربي تاني زي ما هربتي من البلد قبل كده؟ طب لو هربتي هتروحي فين؟ ده انتي لا عندك شغل ولا ليكي حاجه تتكلي عليها. العيال عاوزه موليه ومصاريف، وانتي عاوزه اللي يعينك ويساعدك في اللي جاي. ده جوزك لو عارف هتبقى نصيبه، وسعد لو نطحتيه هتبقى جرثه. هعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه؟ لو كنت بطولي كنت خلصت من الدنيا وعمايلها، لكن انا ورايا كم لحم
دلوقتي كلهم متعلقين في رقبتي. حلها من عندك يا رب، حلها. انا مش قادره، مش قادره. البندر خلك حلوه يا فريده، وحلاوتك بقت زياده. مش تعبت فيه وغمت، لكن طلعت حسبته مش بخساره. الخساره لو فضلت بعيد ومش عارف حاجه عن الدنيا. الدنيا اللي زي الفل وزي العسل، والحلو لازم يكمل. ايوه هيكمل. حلاوتك، حلاوتك اسكندريه. الو، مين اللي بيتكلم؟ ايه ده؟ هو الكلام ما تنفش ولا ايه؟ بك ابعتيلي خالتك. يا خالة، جوزك يا خالة. روح انت. الو. ايوه يا حاج. العيال دول لسه عندك؟ كل شيء تمام زي ما اتفقنا. ما هم موجودين اهم. مسألة زمن يعني، وحننزل كلنا. انا جايز اوصل قبل 10. مش هينفع يا حاج، خليها لبكرة. اخليها لبكرة ده ايه؟ انت مش نازلة توصليهم وترجعي؟ الليلة صعب. صعب ازاي؟ خلاص معلش عشان خاطري، اوعدك انها مش هتتكرر. واذا الليلة جابت ليلة؟ ساعتها ابقى اتكلم. ما انا بتكلم اهو. اعذرني، معلش، وحقك عليا. لا حق ولا باطل. اتفضلي قول اللي انت عايزاه، بس يكون في علمك الحكاية دي لو قلت لك مش هتتكرر يلزم خدمة تاني؟ لا، مع السلامة. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. حاجة تجنن يا ملاقيش تورش على اختها غير بناتها. ايه الخيبة دي؟ برضو خايف. تعالوا نطلع نعمله ونشوف مرات ابونا، والمرة نشوف العيال دول شكلهم ايه. شكلهم زي اي عيال، هيكون ايه الغريب فيهم؟ دول فلاحين وتلاقيهم جايين بالملس. ملس؟ ملس يعني ايه؟ ما نعرفوش، اهو بالمرة نشوف. لا يا عم، ليك مزاج تطلع اطلع انت، انا مش هنطلع معاك. خليك فاكرها يا جبان. هاتي ايدك يا نوال. لا سيبي لي نوال انا يا خاله. كفايه عليك انت الشنطه، يلا. هو البيت بعيد عن هنا يا خاله؟ لا عيد قال انه قريب. ليه؟ هو انت ما شفتهوش؟ معلش هنشوفه كلنا سوا. يلا بينا، يلا ورايا، يلا. عايز تقربي منك فريده؟
ملعوبة يا بنت عبد الشهيد. روح مني فين؟ أنا وراك والزمن طويل. انهي دور ايه؟ اللي في البدرون. يا لهوي في البدرون؟ ايوه يا ست هانم، امال اجرتها احنا هنا كده ليه؟ لعلمك الدور اللي فوق ب 250 جنيه. لا خلاص لا فوق ولا تحت، يلا بينا. اتفضلوا. يلا يا بنات. فضل. يلا يا حبايبي. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي يا ست هانم. ها يا ست هانم، ماشي الحال؟ ولو مش ماشي يعني هنعمل ايه؟ لعلم حضرتك ده اقرب مكان، وعموما اللي تأمري بيه. الامر لله. طب يلا اتكل انت على الله يا عيد، مش عايزين نعطلك تعبناك. ما تقوليش كده يا ست هانم، بالاذن. مع السلامه. الله يسلمك، والمفتاح اهو. يلا. تعملي ايه يا عزيزة؟ أمي كانت دايما تقول لنا ما تسيبوش الباب مفتوح مهما حصل. طب تعالي يا حبيبتي. صحبة وندامة، طب ليه تجل مقدارك؟ راح تجنيه